آل الحبيبة، وها هم أبطال قيادة عمليات الأنبار، رؤوس الداعشية زلازلوا. تحية إجلال وإكبار لشهداء الحشد، نداء فكان الحشد مفخرة في كل ساحات الفداء يقاتلوا. طير على رأس الطفل الوطنية المعبرة بحق جيش العراق وبطولاته الفذة. سيظل سفرك خير ما لصحائف التاريخ يهدى، وقصيدة عصماء ملء محافل التاريخ تزدى. جيش العراق.